فتحت اليوم وزيرة المرأة والتضامن الوطني كات إليزابيث أعمال الورشة التقييمية لعرض تقرير المتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة والطفل. المناسبة جرت بفندق نوفوتيل. بحر الدين عبد الشافي. التقرير الاجتماعي المقدم من قبل عدد من المنظمات العاملة في مجال التوعية ودعم التنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة أوكسفام لإعداد التقرير المتعلق بالعنف الممارس ضد المرأة والطفل والذي يسبب أذى أو ضررا جسديا أو نفسيا لا يسمح به القانون، كما أن القاصرات اللائي يتعرضن لعدة مخاطر منها الزواج المبكر الذي جاء منعه في تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر في عام 2011 حول صحة الإنجاب، وقد أدانت المنظمة هذه الممارسات الضارة بصحة الفتيات القاصرات، كما تتفاوت نسبة هذه الممارسات في كثير من المجتمعات وفقا للاجتماعيات القبلية وقلة مستوى التعليم. كما أورد التقرير فإن في إقليم سلامات حوالي 39% من النساء تم ختانهن، بخلاف إقليم بحر الغزال حوالي 5.5% فقط نسبة الختان. أما بالنسبة للزواج المبكر بالرغم من القرار الرئاسي الذي يمنع ذلك الزواج، إلا أنه ما زال ينتشر في كثير من مناطق البلاد، فما زالت الفتيات يتعرضن بنسبة 70% للزواج المبكر وخاصة في القرى والأرياف. جرت اليوم بفندق لاجر بلازا فعاليات الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين حول حياة اللاجئين والعائدين إلى البلاد. المناسبة ترأس ممثل اللجنة الوطنية لاستقبال اللاجئين أبو بكر محمد سعيد. حليمة السعدي يقول: بهدف أرض نتائج تنمية الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمهني للاجئين والآئدين في تشاد، جاءت هذه الورشة من أجل تهديد مختلف مستويات حياة اللاجئين وتخطيط جدول يتماشى مع كل فرد منهم حسب برامجه وحياته الآدية. ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أكد في حديثه بأن هذه العملية شارك فيها 544 عاملا في الفترة من 17 من يونيو وحتى 15 من يوليو في هذا العام تحت إشراف اللجنة الوطنية لاستقبال وتوطين اللاجئين والآئدين بدورها ممثلة اللاجئين والنازحين. خالت بأن هذه الخطة هي فرصة تسمح للاجئين بتنمية مهاراتهم الفردية في التنمية المحلية والاستقلال الذاتي. من جانبه ممثل اللجنة الوطنية لاستقبال وتوطين اللاجئين والنازحين أضاف قائلا: كيف حياة على الريفيجيز انت بيشو كيف شو امكاناتهم شو بيزوين على الباس المخصص سول اوبراسيون حس جو الوم نشرون نتائج الصدام الاوبراسيون. والجدير بالإشارة أن دراسة هذه الخطة الوطنية تدخل ضمن أنشطة اللاجئين والنازحين في مجالات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والتجارة. نظمت منظمة الهدى للتنمية احتفالا بمناسبة افتتاح أعمال مجلس الإدارة وانطلاق أعمال المشاريع الكبرى التابعة للمؤسسة. المناسبة كانت بحضور أعضاء جمعيات المجتمع المدني. خليل حسن صالح. إن تنمية البلاد وتطورها لا يقتصر فقط على الحكومة ومؤسسات الدولة، وإنما يحتاج إلى دعم ومساعدة المؤسسات الخاصة ومشاركة جمعيات المجتمع المدني. ومن هذا المنطلق فقد جاء تنظيم حفل افتتاح مجلس الإدارة لمؤسسة الهدى للتنمية، وذلك من أجل المشاركة الفاعلة في القضايا الوطنية وانتعاش الساحة بالأنشطة الهادفة التي دأبت على تنظيمها مؤسسة الهدى للتنمية منذ تأسيسها في العام 2007 بحسب الأمين التنفيذي للمؤسسة. إن مفهوم التنمية عندنا في مؤسسة الهدى للتنمية هو بناء العنصر البشري بناء متكاملا صالحا لترشيد قدراته وتفجير طاقاته واكتشاف إبداعاته لينهض بالمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الهدى للتنمية منذ تأسيسها قد حققت الكثير من الإنجازات في المجالات التأهيلية والثقافية والإعلامية، أهمها فتح إذاعة الهدى وبناء 8 مساجد في مختلف القرى، إضافة إلى الدورات والندوات العلمية المختلفة.